السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم ومن خلال فقرات البرنامج سنتوقف مع أحداث رياضية محلية وعالمية. سنكرس معظم الوقت مع المحور الرئيس وهو قراءة موجزة عن الأدوار التي انقضت من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم وكل ما يخص المسابقة من جدول ترتيب الفرق ولائحة الهدافين والفرق الأكثر تسجيلا وكذلك التي استقبلت أكثر الأهداف. هذا المحور وقضايا أخرى متعلقة بالأمر سنطرحها هذا اليوم من خلال فقرات البرنامج. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام والبداية مع مجموعة من الأخبار والأحداث الرياضية المنوعة والمختلفة. فعلى الصعيد المحلي تم مؤخرا افتتاح 3 ملاعب لكرة القدم الشاطئية تقع خلف مقر اتحاد الكرة. جاء الافتتاح بحضور الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية بالإضافة إلى حضور رئيس وأعضاء لجنة كرة الصالات والشاطئية. وتخلل الحفل إقامة مباراة ودية جمعت فريقي مصافي الجنوب ومصافي الوسط، وقد تغلب فيها فريق مصافي الوسط ب3 ركلات ترجيحية مقابل 2 بعدما انتهت المباراة بوقتها الأصلي بهدفين لكلا الفريقين. الملاعب راح تكون خير عون إنه في البنى التحتية بالمستقبل لإجراء مباراة الدوري بشكل تام وكذلك إعداد المنتخب الوطني. نأمل إن شاء الله أن تكون سنة جديدة مباركة وسعيدة على كل العراقيين وعلى كل الرياضيين. هذه مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة سنتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا. في الدوري الإسباني تعثر ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا عندما تعادل معه سلبياً برسم الجولة 18 ليرفع الميرينغي رصيده إلى 37 نقطة بمركز الوصافة بعد أتلتيكو الذي تأجلت مباراته بسبب سوء الأحوال الجوية. فيما ألحق برشلونة هزيمة قاسية بمضيفه غرناطة عندما هز شباكه ب4 كرات من دون رد. كان حصة ليونيل ميسي منها 2 رافع رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الثالث. وفي الدوري الإيطالي عزز ميلان صدارته للكالتشيو إثر فوزه السهل على ضيف تورينو بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة 17 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن أنتر ميلان الوصيف. وفي الجولة ذاتها تعثر أنتر ميلان مجدداً إثر تعادله مع مضيف روما بهدفين لكلا الفريقين ليرفع رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثاني، فيما رفع روما رصيده إلى 34 بالمركز الثالث. وفي الدوري الألماني سقط بايرن ميونخ أمام مضيف بوروسيا مونشنغلادباخ ليخسر المنازلة ب3 أهداف بعد أن كان متقدماً بـ2 في الجولة 15 لكنه بقي متصدراً للبوندسليغا. وحقق بوروسيا دورتموند فوزا مستحقا على مضيف لايبسك ب3 أهداف مقابل هدف ليقدم خدمة كبيرة للبافاري المتصدر في منعه لفريق لايبسك من القفز للصدارة ليبقيه في المركز الثاني. وفي الدوري الفرنسي أفلت ليون من فخ الهزيمة أمام مضيفه ريم لينتزع تعادلا ثمينا بـ2 لكلا الفريقين في الجولة 19 معززا صدارته لجدول المسابقة برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان الوصيف. مشاهدينا فاصل قصير نتابع بعده محور صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. مشاهدينا الآن مع محور حلقتنا لهذا اليوم المخصص حول مسابقة الدوري الممتاز والحصيلة الكاملة للدوري والمستوى الفني لجميع الفرق المتنافسة وأحداث ونتائج ومقارنات وقراءات سريعة حول ما أسفرته الأدوار التي انقضت من عمر هذه المسابقة، فضلا عن أبرز اللاعبين الذين أقنعوا النقاد والمحللين والشارع الرياضي بأدائهم
أدائهم المميز، وأيضا مناقشة الوضع العام للدوري العراقي في ظل وجود أزمة حقيقية تتجسد بقضايا عديدة، منها استقالة العديد من المدربين، وصل العدد تقريبا إلى 10 مدربين، وهذا ما أثار حفيظة المتابعين والنقاد كونه رقما مبالغا فيه، خصوصا وأن الدوري لا يزال في مرحلته الأولى. وأيضا لا ننسى طريقة تعامل إدارات الأندية مع أعضائها والعوز المادي الذي أصبح يهدد كيان العديد من فرق الدوري، لا سيما نادي الطلبة الأنيق، هذا النادي الكبير الذي صار للأسف حديث القاصي والداني ليس الآن بل منذ أكثر من موسم، لكن لم يصل كل من ينتمي إليه للحلول التي من الممكن أن تنتشل هذا الفريق، فريق الأنيق، من وضعه المأساوي. متواصلون بمحورنا هذا عن الوضع العام للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم وما أسفرت عنه الأدوار التي انقضت من مستوى فني للفرق المشاركة. سنتوقف الآن مع آراء بعض المعنيين بالشأن الكروي حول هذا الأمر، سنتابع ولنا عودة. هذا الموسم التحكيمي يمكن اللي أهم ما يميزه هو الحكام الشباب اللي الدرجة الأولى اللي أخذوا مكانتهم وقيادتهم للمباريات المهمة في هذا الدوري، أهم ما يميز هذا الدوري. النقطة الأخرى اللي تميز احنا في طريقنا إلى تطبيق تقنية الفار، بدينا الخطوات الأولى، الطريق طريق طويل، لكن احنا ابتدينا الطريق المرحلة الأولى، والباقي إن شاء الله على اللجنة التطبيعية اللي شجعونا على يعني استخدام تقنية الفار في العراق. النقطة الأخرى المهمة يعني رجوع التدريب الأسبوعي ليوم واحد، والتحليل التحكيمي أيضا للحالات اللي تحدث أثناء المباريات، سواء في بغداد نعمل التحليل في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وبالنسبة للمحافظات العراق البقية نعمل لهم على الزوم. المهم في هذه النقطة احنا نقلل أخطائنا وليس نقضي عليها، لأنه الحكم الجيد هو الذي يكون أقل عدد من الأخطاء، لكن اللي يهمنا أن نقضي على الأخطاء المؤثرة اللي تغير من نتائج المباراة، هذا احنا جادين بالعمل فيه في سبيل أن نقضي على هذه الأخطاء المؤثرة. وللحديث عن هذا المحور سينضم معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد الصحفي الرياضي الزميل ميثم الحسني، فأهلا وسهلا بك أستاذ ميثم، مشتاقين وسعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. مساء الخير عليك صديقي أستاذ بلال وعلى جميع متابعيك عبر شاشة الرافدية. أستاذ ميثم، قبل الحوار يعني اسمح لنا أن نتابع سوية التقرير التالي الذي يلخص لنا محور الحلقة ويشمل الحصيلة الكاملة للدوري والنتائج والمستوى الفني العام. مشاهدينا نتابع ولنا عودة. 13 جولة انقضت من عمر مسابقة الدوري الممتاز والحصيلة كبيرة بكل شيء، فلو أمعنا النظر جيدا نلاحظ أن هناك تذبذبا بمستوى الأداء الفني لجميع الفرق المتنافسة من دون استثناء، وهذا يأتي نتيجة الظروف التي تعيشها رياضة العراق على حد سواء. لكننا الأجمل أننا نرى من يتزعم ترتيب اللائحة هو أحد أندية المحافظات هذه المرة، أي بعيدا عن الأندية الجماهيرية المعتادة، وهذه بحد ذاتها ظاهرة صحية رائعة. نفط الوسط أو عندليب الفرات كما يحلو لعشاقه أن يطلقوا عليه، الذي يقود كتيبته المدرب القدير جمال علي، أثبت للجميع أن اعتلاءه لسلم الترتيب لم يأتي اعتباطا بل نتيجة جهود مضنية وعمل دؤوب ما بين الإدارة والجهاز الفني الذي انتقى أدواته بطريقة احترافية ليكون وفق ما يريد.
ولو دققنا أيضا بثاني الترتيب نجد أن القوة الجوية لا يقل شأنا عن سابقه، ولو أن خطه البياني شهد تلكؤا ملحوظا جعل نتائجه تتذبذب من مباراة إلى أخرى، لكنه سرعان ما لملم أوراقه المبعثرة من خلال حنكة مدربه الكوف أيوب أديشو ليعيده مجددا إلى الواجهة. الشرطة في ورطة دائما، وعلى ما يبدو أن لاعبيه مصرون أن يحبسوا أنفاس عشاقهم كما في كل موسم حتى الرمق الأخير، فما بين مد وجزر بنتائجهم وأدائهم داخل المستطيل نرى أن الأمل لا زال يحدوهم بالحفاظ على اللقب مرة أخرى ولو أنه قد يكلف الكثير، لذلك نجدهم مرة فوق ومرة تحت، فيما عانى الزوراء كثيرا بسبب الضائقة المالية التي ضربت أطناب جميع المؤسسات الرياضية، لنراه تارة بذاته الحقيقية وتارة نجده فريقا كسولا غير قادر على مجابهة أضعف الفرق، فكان أول الغيث استقالة مدربه الجنرال باسم قاسم ليكون على موعد مع ابنه البار راضي شنيشل الذي افتتح مهمته بفوز قوامه ثلاثية نظيفة في مرمى الديوانية. منطقة الوسط كما هي منذ سنوات خلت، فالنفط والكرخ ونفط ميسان وأمانة بغداد وأربيل وزاخو والنجف، هذه الأندية حجزت أماكنها التي استوطنت فيها ولا تريد مغادرتها كي لا توجع رؤوسها، بينما يبقى الطلبة الذي تخلى عن أناقته اللغز المحير الذي لم يتمكن أي فقيه من فك طلاسمه التي باتت معقدة جدا، فإذا ما بقي على حاله فإنه سيهبط لا محال إلى الدرجة الأولى، والأمر ينطبق على سفانة الجنوب فريق الميناء الذي ظهر هو الآخر بوضع لا يحسد عليه ليندب عشاقه ومحبوه حظهم على ما آل إليه حاله الحزين. نجدد وترحب بك أستاذ ميثم. بدءا، ماذا تحمل لنا أجندة ميثم الحسني حول قراءته لأحداث الدوري العراقي لكرة القدم خلال ما أسفرت عنه المنافسات إلى هذه اللحظة؟ طبعا بصراحة أستاذ بلال، العنوان الأبرز للدوري وهي العاهة المستديمة في أغلب المواسم السابقة وفي الموسم الحالي هو قضية إقالة واستقالة عدد كبير من المدربين مع انتهاء الجولة 13. التغيير المستمر دوري أكيد في الأجهزة الفنية يضعف الاستقرار الفني لأغلب الفرق، وبالتالي هي العاهة المستديمة أنا أقولها دائما بشكل مستمر وهي الحالة السلبية الأبرز. أما بالحالة الإيجابية في شخصناها في هذا الموسم على خلاف المواسم الماضية هو الاستقرار الفني في جدول المسابقات وانتظام المسابقة بشكل مثالي على خلاف المواسم اللي شفنا فيها تأجيلات مستمرة في أغلب مباريات الدوري. أستاذ ميثم، بالتأكيد المشهد يوضح لنا أن نفط الوسط يعتري الصدارة، كونك الناطق الإعلامي لنادي نفط الوسط بصراحة وبيني وبينك، يعني هل تجد أن صدارة الفريق جاءت متلائمة مع عطاء اللاعبين والمستوى الفني العام، أم يعني جاءت بضربة حظ؟ لا بصراحة، يعني أنا قريب جدا من الفريق، يمكن كبداية الفريق ما كان يفكر أنه هو يكون في صدارة الدوري، لكن مع مرور المباريات وبعد أنه سجام الفريق يمكن الجميع يتفق مع نفط الوسط حتى المحللي الدوري العراقي بأنه المستوى الفني مستوى جيد جدا وعالي، ونجح الكادر التدريب المؤلف من جمال علي ولؤي صلاح وحيدر عبد القادر ونور عبد الزيد من الأخذ بزمام المبادرة بشكل مستمر من جولة إلى أخرى، وبالتالي هذا النضج بدأ يتضح من جولة إلى أخرى والطموح بدأ يكبر، وبالتالي يعني المستوى الفني لا يشكل أحد على نفط الوسط، لكن أتكلم عن طول النفس والمطاولة بالاستمرار والحفاظ على الدوري في ظل دخول الجماهير واستعادة فرق الجماهيرية سطوتها، هذا الموضوع متروك للأيام. طيب ابقى معنا
سنتابع معا بعض الانطباعات من أهل الشان حول كل ما يخص شؤون وشجون الدوري. نتابع ولنا عودة. أعتقد الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز كانت جولة ناجحة، شفنا تميز بالأداء، شفنا غزارة أهداف، شفنا بروز فرق كانت نتائجها سلبية، قدمت عروض مميزة، أربيل، القاسم، الصناعات، أحرج المتصدر، الزوراء بقيادة مدرب جديد راضي شمش قدم عرض مميز، تغلب على الديوانية، القوة الجوية عزز إمكانيته بفوز جديد أيضا. إذن هذا الدور كان واحد من الأدوار المتميزة، نتمنى أن يكون الدوري العراقي بأسابيع القادمة بأكثر حلاوة وأكثر غزارة من الأهداف. نجد أن فريق نفط الوسط هو المتميز متصدر الدوري العراقي، استطاع أن يقارع فرق كبيرة وجماهيرية مثل الجوية والزوراء والشرطة. نظرا للأداء الفني الرائع لهذا الفريق وأغلب لاعبين لاعبي شباب، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. برز في هذا الدوري مدربين شباب من ضمنهم الكابتن رزاق فرحان، أحمد صلاح. أما بالنسبة لترتيب الفرق لقاع بعد مجيء الكابتن عادل نعمة، أتوقع أن فريق القاسم راح يصعد في سلم الترتيب. كل التمنيات القلبية أن يكون دوري حافل بالندية، وأتمنى التوفيق لمن يخطف لقب الدوري الكابتن حسن عباس. بدأ الدوري في تصاعد فنياً بعد استمرارية المباريات، بالإضافة إلى شيء جميل عودة بعض الأندية اللي كانت تعاني في بداية الدوري مثل القوة الجوية، الشرطة أيضاً عادت مستواها. هذا الجانب راح يزيد من إثارة الدوري ويزيد رقعة المنافسة على اللقب. أيضاً بعض الفرق اللي كانت أيضاً تعاني السنوات اللي فاتت أخذت الثقة من خلال النتائج الجيدة، وبدت أيضاً ارتفعت طموحاتها أن تكون متواجدة ضمن الفرق المقدمة وحتى المنافسة على اللقب. كل هذه من الأمور الإيجابية اللي حضرت في دورينا. بعض الأمور السلبية اللي واكبت أيضاً دورينا باستمرار من ضمنها التأخير اللي يحدث في المباريات لبعض اللاعبين، سقوط اللاعبين، هذا من السلبيات اللي مواكبة على طول دورينا. بالإضافة إلى جانب ثاني مهم جداً هو تغيير الكوادر الفنية باستمرار، هذا راح يضعف دورينا فنياً. أهلاً بك زميلي ميثم، يعني هل أنت مستعد للدخول في الإحصائيات الخاصة بفرق الدوري لكي تعطينا فكرة يعني من خلال تدوينك عن الفرق الأكثر تهديفاً على مرميات الفرق المنافسة، وكذلك يعني على الفرق التي باتت شباكها الأكثر عرضة للتهديد والاهتزاز؟ نعم، يمكن المتصدر نفط الوسط والملاحق القوة الجوية هم الأكثر تهديفا، يعني يمكن تعرف نفط الوسط له 20 هدف ونادي القوة الجوية له 18 هدف، ومستوى التهديف بالمجمل حتى الفرق التي سجلت هذا العدد يعني الملاحظ لمستوى التهديف هو منخفض صراحة، يعني بعد مرور 13 جولة 20 فريق المتصدر والملاحق 15، أنا أعتقد هو مستوى منخفض. يمكن الفرق الأكثر استقبالا فريق السماوة اللي تلقى 22 هدف، يعني مستوى كبير من الأهداف دخلت في شباك فريق السماوة. يمكن عندك فريق القاسم والميناء كذلك تلقى 17 هدف، هذا مستوى عالي من الأهداف. أنا أعتقد أنه الجميع يعلم أنه الحديث في أرجاء الدوري وأصداء الدوري الجميع يتحدث عن غياب نوعية اللاعب الهداف اللي يمكن أن يحسم عدد من الفرص. يمكن لو تشوف حتى الفرق اللي بالمقدمة يتحدثون ويبحثون عن باستمرار عن لاعب هداف ممكن أن يكون يترجم كل الفرص التي تصل له، وبالتالي تشوف أغلب المحترفين عندنا هم في مركز الهجوم. طيب تمام أستاذ ميثم، ولكن يعني من خلال تسلسل يعني الهدافين ووفق واقع الحال اتضح أن يعني أيمن حسين مهاجم الجوية هو من يتزعم ترتيب الهدافين بثمانية أهداف، لكن لو أمعنا النظر نجد أيضا هنالك لاعبين يعني
بصراحة هي حالة إيجابية لم نسمع بهم من قبل، لكنهم يتنافسون معه بقوة على اللقب. فمثلا لدينا أحمد عبد الرزاق مهاجم نفط ميسان يمتلك 6 أهداف، وكذلك موسى عدنان لاعب النفط أيضا يمتلك 6 أهداف. بماذا تفسر هذه الحالة؟ مثل ما تفضلت حضرتك، وجود لاعبين شبان يمكن الطريقة اللي بات تنتهجها، يعني تحدثت عن مثلا أغلب الفرق تلعب بطريقة تتيح للاعبين الوسط حتى التسجيل أو لتعويض هذا النقص. سابلال يمكن يعني موسى عدنان الفرصة أتيحت له هذا الموسم على خلاف المواسم السابقة اللي عانى منها من إصابة، تجد أنه لاعب مجتهد مثل محمد إبراهيم، رغم أنه هو لاعب الكهرباء، رغم أنه ليس برأس الحرب الصريح، لكنه يلعب كمهاجم طرف، لكن بالمقابل هو يسجل اسمه في لائحة الهدافين ب6 أهداف. أحمد عبد الرزاق اللاعب الموهوب، يعني برأيي أنه الأمل الكبير لأن يكون هداف بمستوى عالي ومهاجم صريح بمستوى عالي هو اللاعب أحمد عبد الرزاق. كذلك عودة مثلا مهند عبد الرحيم ودخوله اللائحة ب6 أهداف كذلك هو قضية ستدخله بالمنافسة بقوة مع الكابتن أيمن، بالتالي يعني صراع على لقب الهداف، رغم أنه هناك تقارب، لكن إلى الآن أنا شخصيا أرى مستوى التهديف هو منخفض. طيب برأيك من هو الفريق الأكثر صلابة بخط الدفاع؟ بعبارة أخرى، من هو الفريق الذي يصعب اختراق دفاعه وتهديد مرماه؟ والله يمكن على الورق القوة الجوية، يعني يمكن مستقبل 7 أهداف. أنا أشوف أنه خط القوة الجوية بتواجد لاعب مثلا خبرة أحمد إبراهيم، من حتى ميثم جبار لاعب منتخب وطني، من حتهم قوة كبيرة، بالإضافة إلى فريق الزوراء. يبقى المفاجأة الأكبر هو فريق النجف اللي عليه 7 أهدافا، فريق محترم منظم دفاعيا، وهذا يحسب للمدرب حسن أحمد اللي غادر الفريق. طيب اليوم يعني كيف باستطاعتنا تقييم مستوى إدارات الأندية، يعني من حيث الكفاءة والعمل الاحترافي، خصوصا وأنت أصبحت قريب يعني من خلال عملك أو من خلال عملك أيضا في باب مع نادي نفط الوسط، وبالتالي لديك قراءة يعني لربما أشمل من غيرك؟ بصراحة هناك كثير من علامات الاستفهام على العمل الإداري في مختلف الأندية، لأنه احنا طالما انه شخصنا النقطة السلبية في هذا الموسم هو التغيير المستمر للطواقم التدريبية، هذا يدلل على انه هناك عدم رؤية ولم تكن ادارات الاندية مخططة بالشكل الصحيح للموسم الحالي. هذا يحسب على ادارات الاندية بصراحة. بالمقابل انه المال يؤثر بشكل كبير على التخطيط وعلى الاستقرار في العمل الاداري، كل ما يكون هناك استقرار مالي وانتعاش مالي تجد هناك خطط حقيقية للتطوير. هذا لا يعني أنه نلقي اللوم فقط على الجانب المالي، بعض الأندية لم تجد أو لم تكن جادة في استقطاب من هو يملك الفكر الإداري الحقيقي، وتحتكر الكرسي بشكل غير مقبول. يعني تجد بعض الأندية مرت عليها عشرات السنوات وهي نفس الوجوه لم تتغير، وبالتالي تعاد الكفاءات عن القيادة وأثر بشكل كبير على نوعية الإدارات. بالمجمل العام أنا أعتقد أنه ممكن نمنح أنه تقييم للأندية فلا يرقى أن يكون أكثر من 40% كعمل. ممتاز، طبعا لك مني خالص الشكر والتقدير زميلي وصديقي وأستاذ ميثم على انضمامك معنا وعلى كل ما طرحته من معلومة حول محور الحلقة. وقبل أن أطلب منك كلمة أخيرة، بصراحة أبارك لنفط الوسط طبعا إلى هذه اللحظة الصدارة، أبارك لكل العاملين في هذا النادي إدارة وجهازا فنيا ولاعبين، ولحضرتك المسؤول الإعلامي بالتأكيد لك
بصمة بهذا الإنجاز. وأتمنى طبعا هذا الشيء يسعدنا أستاذ ميثم، لأن على الأقل فريق محافظات احنا معروف دائما يعني الفرق الجماهيرية البغدادية دائما تتصدر هذا الموضوع، وهذا إنجاز طبعا يحسب لكم. كلمة أخيرة. نعم، أنا أشكر حضرتك أستاذ بلال، هذه جدا مشتاق لك، وفرصة الحوار مع حضرتك بصراحة سرتني كثيرا. بعد تعرف أنه يمكن خلقنا الزمن هذه الفجوة، أنه أنت بمكان وأنا بمكان. أنا أعتقد أنه إدارة نفط الوسط تستحق بصراحة هذا، لأنه خططت للموسم بشكل صحيح، تعاقدها مع جهاز فني محترم منسجم مع نوعية لاعبين مجتهدين يبحثون عن طموح في هذا الموسم، جنوا ثمارها. بالمجمل أنا أتمنى أنه يسير الدوري بهذا الثبات كذلك، يعني وهذا الاستقرار الفني بانتظام جدول المباريات، وهذا ما كنا نبحث عنه أستاذ بلال. تعرف الدوري كان متشظي ومتقطع حسب أمس بعض الأندية، إن شاء الله أنه نشوف دوري يفرز طاقات جيدة تكون هي عماد المنتخب الوطني في المستقبل. ونتمنى لكم موفقية، ومشتاق لك، وإن شاء الله يعني نتواصل ونلتقي عن قريب. تحياتي مرة أخرى، والله يوفقك إن شاء الله. مشاهدينا، كان معنا تسلم عزيزي أستاذ ميثم، كان معنا الصحفي الأستاذ ميثم الحسني الذي رافقنا عبر السكايب من بغداد لتسليط الضوء على مجريات الدوري الممتاز، فشكرا جزيلا له. مشاهدينا، إذن هكذا انقضت من ماراثون الدوري العراقي 13 جولة، فعلى الرغم من أن هنالك تباينا وتذبذبا واضحا بمستوى الأداء الفني لجميع الفرق من دون استثناء، إلا أن الأجمل بالأمر إلى هذه اللحظة أننا يعني نرى من يتزعم ترتيب اللائحة هو أحد أندية المحافظات، بعيدا عن الأندية الجماهيرية العريقة المعتادة على الصدارة، وهذا يعني بحد ذاته ظاهرة صحية رائعة في عالم المستديرة. لكننا أيضا لا نعلم ما تخبئه الأدوار المقبلة من تقلبات في سلم الترتيب، بعدما بات العوز المادي يهدد كيان الكثير من الفرق، والذي بالتأكيد سيجعلها مترنحة يعني بمنتصف الطريق ما بين إكمال المشوار بذات الوتيرة البائسة أصلا، أو أنها ستصبح في أي لحظة مستسلمة لواقع الحال، وبالتالي ينتهي مشوارها برفع الراية البيضاء. على الموعد نلقاكم بإذن الله. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.